نسعد جدا بأن نرى وعلاقته بوطنه. إذن أيها الجمع الكريم، لأجل مواجهة الأخطار السبرانية في الفضاءات الافتراضية التي تمس بأمن ذاكرتنا الوطنية والمساهمة لدرء هذه المخاطر، في إطار استراتيجية الدولة في هذا الشأن، رسم قطاعنا الوزاري مخطط عمل يرتكز على إشراك جميع الفاعلين في حقل الذاكرة من مؤسسات وهيئات وأفراد، لا سيما صناع المحتوى الهادف وتجويد المحتوى وصناعته في خلق شاب مواطن خلاق مدافع عن نفسه عبر حسابه ومن حاسوبه وهاتفه وشبكته عن صورة وطنه وتراثها وهويتها ولغتها وذاكرتها وأمجادها ورموزها وأعلامها، في ظل الاختلال القيمي الذي يعرفه عالم نظام التفاهة وبيع القيم بالأموال الاستثمارية مشكوكة المصادر وهلامية الأطراف. شيء طبيعي أنه هذا المؤثرون أو هذا القطاع لا ينبغي أن يترك لنفسه، بل ينبغي الاهتمام به. لذلك طرحت على المنتدى التفكير في الكيفية المثلى التي ينبغي تأطير بها هذا القطاع، ولما لا التفكير في إنشاء صندوق لدعم المؤثرين. من الجميل أن يكون فيه توجيه لصناع المحتوى، لأن هناك الكثير منهم لا يعرفون كيف يتكلمون عن الجزائر وعن ما تحتويه الجزائر، وهذا مع الأسف الشديد جهل موجود. عليهم أن يتثقفوا عن تاريخهم، عن ما تحتويه البلاد من خيرات، سواء كان في الأرض، في الأماكن التاريخية، الأماكن السياحية. كنا نبحثوا فقط، دروك راه عندنا بزاف ناس في الدولة الجزائرية يعطونا أرقام هاتف تاعهم لنتصلوا بهم، يعطونا كل تاع دروك باش تدافع الجزائر، اللي تعرف هوية الجزائر، اللي تعرف تاريخ الجزائر.